مرحبا بكم في لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس نيميرو 4 بالنسبه لي ترون كومان بيوف اوبسيون فرونسي الرياضيات. عندي ا بي سي 3 بوين دو بلان، ثلاث نقاط من المستوى. سويون لي بوين او اف جي تلك لتكن او و اف و جي، بحيث جوج ا او زائد بي او كتساوي زيرو، و سي اف زائد 3 ا اف كتساوي متجهه منعدمه باردون، au 3 bj moins 2 jc égale vecteur nul. Première question montre que AE égale à 1 tiers de AB. Donc on doit diviser le tableau en trois parties. Après, nous allons faire. Donc on dit montrer que, AE égale à 1 tiers de AB. دونك ا او كتساوي 1 على 3 ا بي. حنا كما قلت لكم ان ا او هنا بانت ليا هنا، الو غنستعمل هذه. اون ا او بلس بي او ايغال فيكتور نيل، متجهه منعدمه. هاد ا او هذه محتاجها، وهاد بي هذه السؤال اللي غنطرحوه على راسي. هاد بي هذه باش تولي بحال هذه، اشنو خاص هاد بي هذه باش تولي بحال هذه؟ خاصها ا، دونك غندخل هنا ا وهاني لقيتها. دونك غتكون عندي ا او زائد بي ا زائد ا او كتساوي متجهه منعدمه. شفتوا كيفاش لقيت هاد ا؟ شفت هاد بي هادي هي هادي، اشنو خاص هاد بي باش تولي بحال هادي؟ هاد بي هادي باش تولي بحال هادي خاصها ا. دونك ا او بليس ا او هي 2 ا او، وهاد بي ا غنديها للجهه الاخرى اش غتولي؟ ناقص بي ا. انا شنو بغيت؟ بغيت ا بي، غنقلبها باش يمشي داك الناقص. غتكون عندي ا او كتساوي ا بي، وباش جوج ا او كتساوي ا بي. باش نحيد هاد جوج الا ديتو للجهه الاخرى يولي قسمه. دونك ا او ايغال 1 سور 2 دو ا بي، او بيان 1 دومي دو ا بي. تفاهمنا؟ وهذا هو المطلوب، ساهله مهله كما كيقولوا. دونك غنمشي للاخرى. قال لي بين مونتري كو سي اف ايغال كوا؟ ايغال 3 سير 4 سي ا. دونك بغيت نبين هادي، اشنو عندي انا؟ غنمشي للمعطيات غنقلب على شي حاجه فيها سي اف ولا سي ا. ها هي هادي الوحيده اللي فيها سي اف. دونك اون ا سولون لي دوني سي اف ايغال كوا؟ CF plus 3AF égale à vecteur nul. Donc, had CF, on a محتاجها، و had AF ما محتاجهاش، ولكن عندي هنا A و عندي هنا A. اشنو خاص هاد A باش تولي بحال هادي؟ خاصها C. دونك غندخل هنا النقطة C، غتولي عندي CF بليس 3 فاكتور. اسمع الشباب، دائما فاش كيكون عندك شي عدد مورا المتجهة راه كتعمل به، إلا دخلتي على قطشة خصك تعمل به. غتكون عندك 3 فاكتور دو أ، أشنو من نقطة قلنا ندخلوها؟ سي بليس سي إف تساوي متجهة منعدمة. إلا نشرت غتولي عندي سي إف زائد 3 أ سي زائد 3 سي إف كتساوي متجهة منعدمة. سي اف زائد 3 سي اف هي 4 سي اف كتساوي، هادي غنديها للجهه الاخرى، ناقص 3 ا سي. دونك يكفي انني هادي باش تولي نقلب باش يتحيد هاد الناقص بحال هنا غنقلبها، غتولي 4 سي اف كتساوي 3 سي ا. كنت بادي ب ا غنولي بادي بسي، تفاهمنا؟ قلبت هادو مشى الناقص. دونك سي اف كتساوي 3 على 4 سي ا، حيت عندي هنا 4 الضرب، إلا ديتو للجهة الأخرى كيولي قسمة، وهذا هو المطلوب. غنمشي ل بي جي مونتخي كو بي جي إيكال موان دو بي سي، داكوغ؟ دونك الحاجة الوحيدة اللي فيها بي جي هي هادي. في المعطيات عندي 3 بي جي، هنا لدينا 3 بي جي موان 2 سي جي ايغال ا زيرو فيكتور نول.
دونك بي جي انا محتاجها وهذا سي جي اشنو غندخل اش من نقطة ما محتاجهاش ولكن عندي هنا نقطة سي نقطة سي اشنو خاصها لي باش تولي هذه خاصها بي دونك غتولي عندي 3 بي جي ناقص جوج عامل لسي بي زائد بي جي تفهمنا دونك غنشرو غتولي 3 بي جي ناقص جوج سي بي غير ما تنساوش هاد التعميله الشباب راه الغالبيه ديالكم كينساه دونك غتولي عندي 3 بي جي ناقص جوج بي جي هي بي جي وهاد ناقص جوج سي بي الا ديتها للجهه الاخرى غتولي جوج سي بي انا ما بغيش سي بي بغيت بي سي غنقلبها غتولي بي جي كتساوي ناقص جوج بي سي فهمنا وهذا هو النمط المطلوب دونك بالنسبه للسؤال الاول مونتري كو جاوبنا عليه اون ديدوي كو قال لك بين ان ا اف كتساوي 1 على 4 ا سي و ا جي كتساوي 3 ا بي ناقص جوج ا سي واحد لابغوص دونك غنمسح هاد الاولاني ثانيا اشنو عندي عندنا خصنا نستنتجو ان ا اف كتساوي 1 على 4 اس تابع مزيان غنبدا ب ا اف اشنو عندي هنا وخاصني هنا تفاهمنا اش من نقطه كاينه هنا وكاينه هنا هذه راه بديت بها وهذه خصني نوصل ليها دونك اف ما كايناش هنا ولكن ا كاينه هنا اش خاص هاد ا باش تولي بحال هادي خاصها سي دونك غتكون هي ا سي زائد سي اف تفاهمنا هاد ا سي انا محتاجها يعني ما غنقيسهاش وهاد سي اف غنمشي للمعطيات نقلب على شي حاجه فيها سي اف وغتعطيني ا سي ها هي سي اف كتساوي 3 على 4 سي ا دونك غتكون هي ا سي زائد 3 على 4 سي ا تفهمنا هادي باش تولي بحال هادي خصني نقلبها غتولي ا سي ناقص 3 على 4 ا سي كانت سي ولات سي ا ولات ا سي دونك باش هادو يتشابهوا خصني نوحد المقامات مقام واحد هو 4 غنضرب في 4 وغنقسم على 4 غتولي عندي 4 ا سي ناقص 3 ا سي هي 1 ا سي اللي هي ا سي على 4 اللي هي انك 1 على 4 ا سي تفهمنا وهذا هو المطلوب واخا 4 ا سي ناقص 3 هي 1 على 4 ا سي دونك بالنسبة للسؤال الموالي نوت ديدوي كو ا جي ايغال 3 ا بي موان 2 ا سي 3 ا بي موان 2 ا سي دونك كيما القاعدة غنبدا من ا جي هي هادي وخصني نوصل لهادو اشنو عندي هنا وخاصني هنا كاينة ا كاينة هنا كاينة هنا كاينة جي ما كايناش الوغ اما غندخل بي اما غندخل سي فهمنا بحال بحال سواء دخلت بي سواء دخلت سي غادي يكون عندي نفس الحاجه وفضل انني ندخل بي باش تكون عندي بي جي دونك غادي تكون هي ا بي ياك زائد بي جي دونك ا بي محتاجها بي جي شناهي هي ناقص جوج بي سي ناقص جوج بي سي من المعطيات ها هي بانت لكم دونك هاد 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 بي سي كاينه هنا سي مزيان كاينه ولكن اش خاص هاد السي هادي باش تولي هادي خاصها ا دونك غتكون هي ا بي ناقص جوج عامل لي بي ا زائد ا سي دونك يكفي خاصني نشر غتكون ا بي
ناقص جوج بي أ ناقص جوج أ سي. دونك هادي أنا بغيت أ بي غنقلبها غتولي هي أ بي زائد جوج أ بي ناقص جوج أ سي. باغياني ناقص جوج أ سي. دونك أ بي زائد أ بي هي تلاتة أ بي زائد جوج باردون تلاتة أ بي ناقص جوج أ سي. مزيان، وهذا هو المطلوب. أ جي كتساوي تلاتة أ بي ناقص جوج أ سي. إذا بقى لينا السؤال الآخر اللي هو مونتخي كو لي بوان أو إف جي سون أليني. في التمارين اللي سبق كنا كناخدو غير هادي وهادي وكنخرجو، كنلاحظو بلي بيناتهم علاقة، كنعملو بعدد وكنخرجو. فهاد التمرين هذا غنستعملوهم مانيت، ولكن ماشي بديك السهولة ديال التمرين اللي فات. دونك عندي غنبدا بهاد أيف. المشكل هنا شناهو؟ أنه عندي أيف، أنا ما طلبوش مني، طلبوا مني هنا أو أو إف أو جي. دونك هاد جي كاينة هنا وهاد إف كاينة هنا. وشنو خاص هاد جي؟ حداها أ، خصني نتخلص من هاد أ. وهاد إف هاهي حداها أ، خصني نتخلص من أ. دونك النقطة اللي غندخل هنا هي أو، فهمنا؟ والنقطة اللي غندخل هنا هي أو. غتقول لي أستاذ كيفاش عرفتي باللي النقطة أو اللي غندخلو هنا؟ علاش ما دخلتي، علاش ما دخلتي هنا مثلا جي ودخلتي هنا مثلا إف؟ فهمنا؟ الاعتبار الأول هو أن ما عنديش، إلا دخلت مثلا هنا جي غتكون عندي جي إف، جي إف ما عنديش هنا في المعطيات، فهمنا؟ و الى دخلت او غتكون عندي ا او و ا او هي واحد على جوج ا بي. مزيان، هادي لقينا علاش او. هنا عندي كاينه جي، ممكن ندخل اف ولا او. الى دخلت اف غتكون عندي ا اف، واش عندي هنا ا اف في المعطيات؟ ما عنديش. وغتكون عندي اف جي غنخدم بها، ولكن ما خدامش ليها، ما عنديش ا اف. غنجرب او، او الى دخلت هنا او غتكون ا او غنخدم بها. فهمتوا علاش اختاريت هنا او اختاريت هنا او؟ مزيان، حيت باش يكونوا النقط مستقيمه خص يكونوا فيهم ثلاثه النقط. غنبداو بالاولى، عندي ا اف، عندي ا اف كتساوي 1 على 4 ا سي، تفهمنا؟ دونك هنا قلنا ندخلو او غتكون ا او زائد او اف كتساوي 1 على 4 ا سي. دخلنا هنا النقطه او وهنا النقطه او. هاد ا او شنو هي هاد ا او؟ هي 1 على 3 ا بي. الو غتكون 1 على 3 ا بي زائد او اف كتساوي 1 على 4 ا سي. دونك هادي غنديها للجهه الاخرى، غتكون او اف كتساوي 1 على ناقص 1 على 3 ا بي، تفهمنا؟ الى ديتها لهنا تولي ناقص حيت ا او. مزيان، وهادي غندي زائد 1 على 4 ا سي. مزيان، غنحتفظ بهادي بحال هكا. انا كتب دابا او اف بدلالات ا بي و ا سي. غنمشي للاخرى نفس الحاجه، عندي ا جي كتساوي 3 ا بي ياك ناقص 2 ا سي. مزيان، اصلا مكتوبه بدلالات ا بي و ا سي، يكفي انني نتهنى من هاد ا وندخل بلاصتها او. غتكون هي ا او زائد او جي كتساوي 3 ا بي ناقص 2 ا سي. مزيان، هاد ا او غنعوضوها بواحد على 3 ا بي ياك زائد او جي كتساوي 3 ا بي ناقص 2 ا سي. دونك يكفي انني ندي هادي لهنا ونحد المقامات، غتكون او جي كتساوي هادي الا مشات لهاد الجهه تولي واخا نكتب ناقص 3 ناقص 1 على 3 ا بي زائد 3 ا بي ناقص 2 ا سي، تفهمنا؟ دونك غنحدو المقامات بين هادو ونشوفو شنو غيخرج لينا. غتكون عندك ناقص، ممكن تعمل وتوحد. دونك هاد 3 شحال فاش غضربها باش يولي عندها المقام؟ غضربها في 3 وتقسم على 3، غتولي عندك 3 في 3 هي 9، 1 ناقص 9 هي 9 ناقص 1، ولا 1 ناقص 1 زائد 9 هي 8 على 3 ا بي ناقص 2 ا سي. مزيان، دونك
او جي كتساوي 8 على 3 ا بي ناقص 2 ا سي. الوغ عندي هنا ا بي، عندي هنا ا بي، عندي هنا ا سي، عندي هنا ا سي. دونك هنا عندي زائد ا سي ناقص، ما يهمش حيت الا عملت ناقص غتغير الاشاره. دابا اش بقى لي؟ بقات لي باش غادي نعمل باش نلقى هادي، اما غنعمل في هادي باش نلقى هادي، اما غنعمل في هادي باش نلقى هادي. اللي بانت ليا، اللي بانت ليا ساهله، الا عملنا هنا كاين هنا واحد، الا عملنا هنا بثمانية، الا عملنا بثمانية نشوفوا واش غتخرج لينا هادي. غتخرج دونك غتكون هي 8 عامل، شحال فاش خصني نضرب 8 باش تولي 1 على 3 ابي؟ غنضربها هنا ناقص 1 على 3، دونك غنعمل بناقص 8 كاع هنايا، غنزيد ناقص باش تولي عندي موجبه، غتشط لي هنا 1 على 3 ابي، فهمنا؟ وهنا ناقص 8 في ناقص شحال فاش خصني نضرب ناقص 8 باش تخرج لي 2 اسي؟ هو غنضربها في زائد 1 على 4 اسي، حيت الا ضربتي ناقص في زائد غتولي ناقص 8 على 4 هي ناقص 2 اسي. ناقص 8 في ناقص، غنزيد هنا ناقص باش يكون زائد، ناقص في ناقص هي زائد، و 8 في 1 هي 3، 1 على 3 ابي زائد 1 على 4 اسي. هاد الكتابه هادي هي هادي. دونك اش غيكون عندي؟ غتكون عندي او جي كتساوي ناقص 8، او جي كتساوي ناقص 8 او اف، فهمنا؟ واخا نعاود انا عرفتها شويه هادي، فيها شويه ديال الخدمه. غتكون عندي او جي كتساوي ناقص 8 او اف. غنعاود لكم الشرح ديالها. دونك عندي بديت ب ا اف، فهمنا؟ دخلت ليها او، ولات راه شرحت لكم علاش دخلت او، حيت هنا عندي اف هي مشات، اما غندخل جي اما او. الا دخلت جي غتكون عندي اج جي، واش عندي شي حاجه فيها اج جي هنا؟ ما عنديش. الوغ جي ما يمكنش نخدمها في هذه الحاله. الا دخلت او غتكون عندي ا او، ا او ممكن تعطيني ا بي، مزيان ها الاولى تهنينا منها. هنا غندخل او، الثانيه عندي هنا جي، ها هي مشات، خاصها اما اف اما او. الا دخلت اف غتكون عندي ا اف، ا اف ما كايناش هنا في المعطيات، ولكن الا دخلت او اف مشات، الا دخلت او غتكون عندي ا او اللي هي 1 على 3 اب. اذا هنا ندخل او، هنا مزيان هذه اتفقنا عليها. هنا فاش دخلنا او ولات عندي ا او زائد او اف، دخلت او هنا تتساوي 1 على 3 على 4 اسي، دونك ا او عوضتها بالقيمه ديالها اللي هي 1 على 3 ا بي. ها هي 1 على 3 ا بي زائد او اف كتساوي 1 على 4 اسي. ديت هاد ا بي لهاد الشيء تو سامبلومون كانت موجبه ترجع سالبه، فهمنا؟ جيت للاخرى قلنا غندخلو او، عندي ا جي دخلت او غتكون ا او بليس او جي. هاد ا او هادي عوضتها بالقيمه ديالها اللي هي 1 على 3 ا بي، ها هي، و او جي بقات كما هي. ديت هاد 1 على 3 لهاد جي غتولي ناقص، فهمنا؟ غتولي ناقص 1 على 3 ا بي. فاش حسبت هادي ناقص 1 على 3 زائد 3 ا بي، غندير توحيد المقامات، غتكون ا بي عامل لي ناقص، غندير توحيد المقامات وصافي. باش ندير توحيد المقامات غنضرب هنا كاين 3، هنا ما كاين والو في المقام، الو غنضرب 3 ونقسم على 3، 3 في 3 هي 90، ناقص 1 زائد 90 هي 8، ولا 90 ناقص 1 هي 8 على 3 ا بي ناقص 2 اس. دابا مزيان لقيت هاد الجوج، الصعوبة فين كاينة؟ هو كيفاش غنلاحظ العلاقة بين هادي وهادي؟ بانت لي هنا ا بي، ها هي ا بي، ها هي ا بي، ا سي، ا سي. الوغ عندي هنا ناقص 1 على 3، وعندي هنا 8 على 3. إلا حيدت 8 هنا غتبقى لي، إلا حيدت 8 غتبقى لي 1 على 3، ولكن أنا عندي ناقص، خصني نزيد ناقص هنا ونزيدو هنا باش ترجع هادي زائد، مزيان. وهاد 1 على 4 تفهمنا؟ إلا ضربت شحال فاش خص، علاش خصني نضرب؟ إلا ضربت 8 في 1 غتكون 8 على 4 وغتخرج لي 2، تفهمنا؟ وخرجت لي هادي. أنت ولا أنت كاع ما قدرتيش تخرج هادو، عمل ب 8 وكتب هادي لداخل ديال هنا وأنت لقيتيها. دونك لي بوان أو جي، لي بوان أو إف جي سون أليني.
مزيان الصون اليني، كنتمنى تفهموا التمرين هذا، ندوزوا للتمارين الاخرى.